بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في قناة أخبار عاجلة، أهلا بكم من جديد. عالم فلك يكشف الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. في البداية بدعوك عزيزي المشاهد، لو بشاهد قناتنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم للعام 1440 هجرية بالأدلة على حسب وصفه. وأضاف أن رؤية الهلال أمر محسوم في دول الشرق الأوسط، لأن مساء الاثنين يغيب الهلال قبل غياب الشمس فلا يحسب هلالا، وبهذا يكون الثلاثاء متمما لشهر رمضان. أما الدول العربية فجميع الفلكيين أكدوا أن شهر رمضان تام فيها، لأن رؤية هلال شوال مساء يوم الاثنين 29 رمضان مستحيلة ولن يرى حتى بالوسائل الحديثة، لأن ارتفاعه نصف درجة تقريبا فلا يمكث سوى دقائق قليلة وفقا لصحيفة سبق السعودية. وأوضح الرخيص أن الفلكيين لم يأتوا بدليل واحد على غرة هلال شهر شوال، فاعتمدوا على حساب أم القرى المدني غير الشرعي الذي يحتسب دخول الهلال من غيابه بعد غياب الشمس ولو بدقيقة واحدة، وهذا لا يصح فلكيا أو شرعيا. في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدينا متابعينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.